شرحتي لي، انا عايزك تشرحي للناس يعني ايه منتج زنوكي. هكلم حضرتك عن المنتج اللي احنا موجودين في المصنع بتاعه دلوقتي، وهو ماستر منتج جرانيت مصري طبعا 100%. المنتج ده الحلة بتاعته بتوزع الحرارة بشكل متساوي لكل الاكل علشان ما فيش حاجة تستوي وحاجة لا، بتوصل الحرارة بشكل اسرع علشان نوفر في الطاقة ونوفر في المجهود. عندنا منه الوان كتير بتعجب كل الاذواق وبترضي كل الاذواق. الحلة دي ممكن تخش الفرن، الحلة دي ملهاش اكسسوار بكالايت او بلاستيك، فممكن تدخل الفرن تستخدم زي طاجن. الشكل اللي حضرتك شفته في القاعدة بتاعت الحلة الوردة دي، الوردة دي مش مجرد شكل جمالي، لأ، الوردة دي بتوزع الحرارة بشكل متساوي زي ما شرحت لحضرتك علشان الاكل كله يستوي مرة واحدة نفس السوى، ما يبقاش حاجة مستوية وحاجة لأ. المهندس